عاوزين نتعرف كده تعرف سريع على نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسب سيدنا النبي يا أستاذ دعاء بينقسم لثلاث أقسام. قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه، وقسم لا يصح. القسم المتفق عليه من محمد لعدنان، ده ما فيش فيه خلاف بين العلماء ولا بين حد من كتاب السير، من محمد لعدنان ده قسم صحيح باتفاق، ومن عدنان لإبراهيم في شوية اختلاف، يعني مختلفين في بعض الأسماء، بس قولا واحدا نسب سيدنا النبي بينتهي لإسماعيل، لكن الأسماء اللي في النص بين عدنان وبين إسماعيل مختلفين في بعض الأسماء فيها. من إبراهيم بقى لآدم ده القسم الثالث اللي لا يصح، اللي هو فيه الاختلاف الأكبر عند كتاب الإيه؟ السير. يبقى نسب سيدنا النبي ينقسم ثلاث أقسام، قسم صحيح على الإطلاق، وقسم مختلف فيه، وقسم لا يصح. القسم الصحيح من محمد لعدنان، والمختلف فيه من عدنان إلى إسماعيل، والذي لا يصح من إبراهيم إلى آدم، من إبراهيم إلى آدم، أو الذي فيه الخلاف الأكبر الأسماء بين يعني بين الأسماء اللي موجودة في النص. طب تعالي كده نقول كده نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأقل لازم نحفظ أربع خمس أسماء من النسب ده، يعني ما ينفعش يبقى حبيبنا وسيدنا النبي ومش حافظين النسب بتاعه أو مش عارفين اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنقول مع بعض كده نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقدر يكتب معانا أو يسجل معانا أو يسمع الحلقة بعد كده نحفظ على الأقل أربع خمس أسماء من نسب سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا نسب سيدنا صلى الله عليه وسلم، نسب ناصع البياض.